تنضم إلينا من واشنطن من البيت الأبيض مراسلتنا أمينة سريري. أمينة، يعني يمكن اعتبار أنه هذا التحدي، تحدي أفغانستان وأخذ تطورات، أخطر اختبار لسياسة بايدن الخارجية منذ وصوله لمنصبه. برأيك هل النقاط اللي تطرق إليها وربما سنتوقف عند أبرزها معك ترقى لمستوى الانتقادات حاليا لتنهال عليه؟ إيمان، بالفعل وكما أجملتي، النقاط التي تحدث عنها بايدن إن صح القول لم تأتي بجديد. هذا فقط خطاب متلفز للبيان الذي أصدره البيت الأبيض في يوم السبت، بيان محاولة التخفيف من اللوم والانتقاد الموجه لإدارة الرئيس بايدن بخصوص الانسحاب من أفغانستان. هناك شقان للتعامل مع هذا الملف الذي حمل الويلات لإدارة بايدن فيه، وهي لم تكمل تقريبا نحو 200 يوم في الإدارة الأمريكية. الشق الأول هو الانسحاب من أفغانستان وإنهاء هذه الحرب. هذا القرار أخذه كما قال الرئيس جو بايدن سلفه دونالد ترامب، وكان قرارا متداولا حتى في الإدارة، إدارة أوباما التي كان فيها جو بايدن نائبا للرئيس. كانت هناك عمليات لتخفيض الجنود على مدار السنوات الماضية. كما أضاف الرئيس جو بايدن، كان هناك بحدود تقريبا 3 إلى 15 ألف جندي تقريبا تم تخفيضهم إلى 2500 جندي قبيل مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب البيت الأبيض. يعني كانت مسألة وقت أن يتم الانسحاب بشكل رسمي في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. الانتقاد هو على الطريقة، أن هذه الإدارة خرجت من أفغانستان ولم تحصل على ورقة ضغط تتفاوض بموجبها مع طالبان. قالت إنها ستنسحب وبعدها ستتمم المفاوضات، وهذا ما يرفضه أغلب المسؤولون الأمريكيون هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقالوا إن هذه كانت غلطة هذه الإدارة. النقطة الثانية هي إجلاء الأمريكيين المدنيين، سواء العاملين في السفارة، طيب، وأيضا المدنيين الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية. بالتأكيد ستكون لنا عودة في السياق ربما هذه التغطية لاحقا معك مراسلتنا أمينة السريري.